غيث مروان ولانا محمد يثيران الجدل بفيديوهات لهم على تيك توك ولأول مرة، واللي حققت ملايين المشاهدات. فغيث عم يتفاعل بشكل كتير كبير على تيك توك آخر فترة. وبالحديث عن لانا محمد، فانتشر البارحة فيديو كان من ستوري غيث مروان وقت تجمعهم مع لانا ولين وبرهم مع راوي وغيرهم من اليوتيوبرز، حيث لانا واجهت تعليقات سلبية بسبب ضربها لبرهم من باب المزح فقط، ولكن الضربة بالنسبة للمتابعين كانت جدا قوية، وشاف الجمهور أن المزح ما يكون بهالطريقة. فشو رأيكم أنتو؟ سولانا ضربت برهوم كف على ظهره، أوكي؟ كثير خفيف الكف، شوفوا. الله يفضع عينك من كف، إيدك علمت ورا. أنا ما بحس أوي بيبكي. أما الفنان حسام السلاوي ففاجأ قمر الطائي بعد وصولها لمطار الأردن باستقبال رائع جدا، شاركوا تفاصيله عبر ستوريهات انستغرام. فالثنائي قمر وحسام عم بيحضروا لمفاجآت مع بعض ورح نكتشفها قريبا جدا. فشو هي توقعاتكم؟ أما نارين بيوتي فتعرضت امبارحة لحادث سيارة، ولكن والحمد لله كان بسيط ومو خطير، وطمانت الجمهور عنها بهالستوريهات.